السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة بأمر الله نزلنا سوق السيدة عائشة عند الشيخ محمود تحديدا، هنتكلم على آخر أسعار الأكل بالتفصيل. طبعا الأسعار الحالية اللي احنا هنقولها دي قابلة للزيادة، من يوم والتاني الأسعار بتزيد، فيعني الأسعار اللي احنا هنقولها النهاردة خاصة بالنهاردة. زي ما اتكلمنا مع الشيخ محمود قال لنا الأسعار طبعا ممكن تختلف من وقت للتاني. حبيت بس أفكركم قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا، اللي اول مره يزورنا في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصله اشعار بكل فيديو جديد احنا بنعمله. الناس القديمه تدعمنا بلايك علشان ده يعتبر دعم لينا وعلشان نستمر. عايزين نعرف اخر اسعار الفلارس. طبعا زي ما قلنا لسه بقول للمتابعين ان الاسعار بتختلف من وقت للتاني. ده سعر النهارده، بالنسبه لسعر الفلارس النهارده عامله كام؟ سعر 35، يعني من يومين كانت اقل من 35، بس هي زادت عامه الاسعار يعني بالثبت على سعر زي ما هو، يعني كل يوم في الزياده يعني حسب. دي اللي هي الكندي الامير، كان على الكندي اللي هي الامير. طبعا الاسعار بتاعت فلارس زادت، ده سعر القطاعي. طبعا الجمله ممكن بيقل قد ايه سعر الجمله؟ بيقل لو هتاخد جمله ومعاها حاجات تاني ممكن تتحسب لك 34. اسعار الجمله بتقل، فلارس تاخد حاجات تاني معاها، كنتش هتاخد الفلارس لوحديها بس. تمام، ده بالنسبه للفلارس. طيب عايزين نعرف سعر البلكم. البلكم يعمل 14 جنيه، هو عامه كان عامل 13 بس هو زاد برضه بقى 14، يعني كل حاجه برضه ما فيش حاجه بتثبت على سعرها زي ما هي. ده سعر البلكم. طب ده سعر البلكم بس ده مش البلد. متغربل ده البلدي، اما المتغربل اهو عامل 17 جنيه. طب اللي بالنسبه للمتغربل ده مستورد ولا مصري؟ ده متغربل البلدي المغربي اللي هو التاني اهو. تمام، عايزين بس نشوف شكل الحباية. شكل الحباية اللي مش متغربلة، دي مش متغربلة تلاقيها فيها نسبة طين اهي. تمام، ده فيها نسبة طين، اما المتغربلة اهي زي ما احنا شايفين هي حباية كويسة، بس هي بس مش متغربلة، انما المتغربلة اهي. دي قلنا سعرها كام؟ ده عامل 17 جنيه. دي سعرها 17 جنيه. دي متغربلة فيها حباية طين. طبعا الحباية بتلمع زي ما احنا شايفين قدامنا عاملة ازاي. تمام، عندي الدنيا زي دي كده عامله 12 جنيه. دي الدنيا العاديه البلدي. دي الدنيا بقى عامله 12 جنيه؟ اه. عندي حاجه زي الرومي كده عامله 13 جنيه. دي الحبايه الرومي، حبايه اكبر زي ما احنا شايفين. هم الاثنين باينين قدام بعض. طبعا في فرق بين دي ودي، انا شايف فرق كبير. دي بان فيها كاسه الرز تبقى اكتر. وتبقى باينه. اما دي كاسه الرز بيبقى فيها خفيف خالص. مش باينه قوي يعني. هي دي تعتبر حاجه ملكي، يعتبر سعرها 13 جنيه حاليا، سعر كويس. ودي 12 جنيه. خش برضه على اللبان. عند اللبان المستورده عامله زي كده اهي. بس عامه اللبان خفيفه شويه، بتعمل 25 جنيه. كانت عامله 30 دي نزلت، بقت عامله 25. ده عند البلد اللي هي النظيفه دي. تمام. كانت عامله 20 حاليا رفعت هي، عامله 25 حاليا. اللي دي عامله 25 جنيه. بس احتمال بعد شهر ان شاء الله هتنزل تاني، لان الموسم بتاعها دلوقتي. الموسم بتاعها كمان شهر سعرها هينزل ان شاء الله. هيتغير ان شاء الله هيتغير. طبعا اللي دي خاصه من البغبغانات. دي قلنا 25 جنيه. دي 25 مستورده. ده بالنسبه للخلطه ده ثلاث انواع على بعض، بيلكم وفلارس ودنيبه، دي بقى ثلاث انواع على بعض مكونه الاسترالي وكده يعني. دي بتعمل 17 جنيه سعرها. دي سعرها 17 جنيه. في بقى خلاطات لو عايز مثلا بذور وحاجات زي كده، عندنا بذور برضه. عندنا حاجه زي كده اسمها بذور الطاقه، دي بقى 34 حبايه على بعضيها، خلطه مكونه من كل حاجات عندك هنا. بذور الطاقه عامله 34؟ دي 34 حبايه، الكيلو يعمل منها 34 حبايه. الكيلو منها يعمل 60 جنيه. تمام. دي بذور الطاقه، عندنا هنا كده الشوفان. ده شوفان حب، الكيلو يعمل 50 جنيه. ده شوفان حب. شوفان حب؟ اه. عامل 60. وفي شوفان صحيح اهو. وده الشوفان الصحيح عامل كام سعره؟ ده عامل 40 جنيه. ده سعره 40 جنيه ان شاء الله. وفي عندي هنا كده البرسيم عامل 50. البرسيم دي حبوب البرسيم عامله 50 جنيه. برضه من حبوب الطاقه وكده. في عندنا الاورتم اهو عامل 30 جنيه. سعر الاورتم 30 جنيه. اورتم بلدي برضه. تمام. شوف برضه في اكلات ومثل عطار برضه على الفلاتر. ده بالنسبة لأسعار الأكل. طبعا أسعار الأكل زادت الأسبوع ده بشكل كبير، ومتوقع طبعا إن هي تزيد أكتر، فيعني فرصة للي حابب إن هو يشتري يبدأ إن هو يشتري، ويعني
يعني على الاقل يبقى معاه اكل يقضي الفتره اللي هي فيها خلل في اسعار الاكل حاليا. هنتكلم مع بعض عن اسعار الاكلات والمسائي. دي احنا كده خلصنا اسعار الاكل، طبعا متواجد جمله وقطاع ان شاء الله، واسعار الجمله اكيد بتختلف.